إذا متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة بن سليمان، مباشرة من أمام منصة الشباب ببن سليمان، في انتظار حضور سيد عامل إقليم بن سليمان. نحن الآن مباشرة من أمام منصة الشباب، اليوم سيتم توزيع شواهد على شباب حاملي المشاريع بالمنطقة. متابعينا الكرام، فكنجد بكم الترحاب معنا في هذا البث المباشر. كما قلت لكم دقائق قليلة السيد العامل غادي يحضر باش يشرف على توزيع شواهد لحاملي المشاريع بالمنطقة. متابعينا الكرام، إذا متابعينا الكرام، فنحن الآن أمام منصة الشباب بن سليمان. بعد قليل وصول السيد عامل إقليم بن سليمان من أجل إعطاء الانطلاقة لتوزيع الشواهد لحاملي المشاريع بالمدينة. متابعينا الكرام، إذا كيف ما كتشاهدوا معنا حضور رئيس المجلس البلدي ببن سليمان والأعضاء المرافقين له، كذلك كنشاهدوا حضور تلة من ساكنة المدينة كيف ما كتشاهدوا معنا. إذا بعد دقائق متابعينا الكرام سيصل عامل إقليم بن سليمان من أجل إعطاء شواهد لحاملي المشاريع بإقليم أو بالمنطقة بمنطقة بن سليمان. إذا كيف ما كتشاهدوا معنا مباشرة من مدينة بن سليمان، بعد قليل حضور السيد عامل إقليم بن سليمان من أجل إعطاء الشواهد لحاملي المشاريع بالمنطقة. متابعينا الكرام، إذا متابعينا الكرام، وحضور بعد قليل حضور عامل إقليم بن سليمان من أجل إعطاء أو توزيع شواهد لحاملي المشاريع بالمنطقة. متابعينا الكرام، إذا تشوفوا معنا ها هما الحضور اللي كاينين. إذا قوموا بالدخول للمؤسسة كيف ما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام. إذا هادو هما الشباب اللي غيتوصلوا بالشواهد، هما هادو الشباب اللي دافعين المشاريع ديالهم واللي استافدوا من الدورات التكوينية.
يشاهدوا معنا متابعينا. القاعة اللي فيها الشباب، قاعة مهد الاختصاصات، هي اللي غيتم فيها توزيع الشواهد المتابعين الكرام على الشباب اللي يستفدوا من الدورات التكوينية. كيفاش كانوا كيتموا الدورات؟ هذه ثاني مستفيدة من دورات تكوينية منظمة من طرف ريزو انتربروندر. في هذه الأثناء وصول السيد عامل الإقليم سيد الكاتب العام لعمالة بن سليمان، كذلك وصول السيد عامل الإقليم بن سليمان. كيف ما كتشاهدوا معنا في هذا البث المباشر مباشرة إذن كيف ما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام في هذه الأثناء وصول السيد عامل الإقليم بن سليمان. إذا كيف ما كتشاهدوا معنا في هذه الأثناء وصول السيد عامل الإقليم بن سليمان في هذه اللحظات. السلام عليكم. إن شاء الله دفعة ثانية كنا درنا قبل الوقت.
كنشكر أمانة بوسليمان ومصلحة الشؤون الاجتماعية لكل ما قدمت بسبب إنجاح هذا البرنامج، وأيضا لإنعاش الاقتصاد المحلي. كنشكر المشاركين والمشاركات في البرنامج على التزامهم وعملهم المتواصل طيلة المدة المقررة لهذا البرنامج رغم الظروف الصحية الصعبة شيئا ما. لا يفوتنا شكر أيضا جميع المؤثرين اللي ساهموا في إدارة وإنجاح جميع الورشات لفائدة المشاركين في البرنامج. من بين العديد الأشخاص اللي قاموا بزيارة منصة الشباب، جرينا 311 مقابلة فردية، وتم بذلك اختيار 42 مشارك ومشاركة. وفي هذا السياق كنشكروا الملصقة ديال الجهة أمينة فاطمة الزهراء وجميع فرق العمل وغازوتكم في كازا بلانكا. على المؤثرين وعلى الجودة ديال جودة التكوين اللي قاموا به فائدة الشباب عمالة المسلمين. في هذه الورشات ساهمت في الرفع من قدرات المشاركين والمشاركات فيما يخص المهارات المقاولاتية، مرورا بعدة مواضيع ذات صلة بريادة الأعمال. وحنا فخورين اليوم باش نخبروا بأنه من بين 42 مشارك ومشاركة في البرنامج، 30 مشارك كانوا مواظبين وملتزمين طيلة المدة المخصصة للورشات، الشيء الذي سيمكنهم الحصول على شهادة اتمام تكوين، وهكذا سيمروا أمام لجان الخبراء في المرحلة الموالية. شكرا. السلام عليكم، معكم فاطمة الزهراء الوقفة، سن 33 سنة. حافلة المشروع تغطرماسيو سنتر دواطي. كنشكر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكنشكر ريكو أنتربرونور اللي صراحة عاونونا بزاف في هذه الفورماسيون، وشكرا. مساعد سن 20 سنة، ايجينيور في كول بروفيسيونيل دوبيو فيزيوال دي غرافيزم. البروجي ديالي هو اجونس دو كومونيكاسيون ان ديجيتال ماركتينغ. صراحة كما دخلت في الاول ماشي هو كما انا دابا، عرفت البروجي ديالي من اتل زاد، عرفت كيفاش، عرفت انني قادر نوقف على البروجي ديالي وننجحو ويكون هو واحد الواحة في هذه المدينة هذه اللي يقدر ينجح دي بروجي اخرين ويدير لهم بيبليسيتي ويعاونهم انهم يبداو دي بروجي صغار ويوليو دي بروجي كبار من خلال السوشيال ميديا ومن خلال لا بيبليسيتي. شكرا بزاف، شكرا يا فاطمه الزهراء. كانت واحد اللحمه بيناتنا، كانت واحد صراحه خرجنا من داك الجو ديال اللي راه كوتش او لا وحنا طلبة ولا شي حاجة، بالعكس كنتو قراب لينا، حسينا بأنكم بزاف بغيتو تعاونونا. شكرا لكم بزاف، الله يخليكم وتبارك الله عليكم.